كشف مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور السعودية قبل نهاية يونيو، متحدثا عن قمة خليجية أمريكية بمشاركة عربية في مدينة جدة. وقال المصدر الدبلوماسي الذي تحدث للوكالة من الرياض شريطة عدم الإشارة إلى اسمه إن اتفاقا مبدئيا تم بين الرياض وواشنطن على أن يصل الرئيس الأمريكي إلى جدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو في زيارة رسمية للمملكة، يلتقي خلال العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وأشار المصدر إلى أن هناك زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين تتم حاليا للتباحث بشأن ترتيبات الزيارة وأجندة مناقشة الجانبين فيما ستكون أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا واليمن والملف النووي الإيراني في صدارة الموضوعات التي ستناقشها القمة السعودية الأمريكية. المصدر ذاته كشف أن مدينة جدة السعودية قد تستضيف خلال الزيارة قمة يشارك فيها إلى جانب الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي قادة مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر، مشيرا إلى اتصالات تجري حاليا بين العواصم المعنية بهذا الشأن. وفي وقت سابق ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن الرئيس بايدن والأمير محمد بن سلمان قد يلتقيان للمرة الأولى في أقرب وقت ربما الشهر المقبل. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن المسؤولين في إدارة بايدن يجرون محادثات مع الجانب السعودي بشأن ترتيب اجتماع مباشر محتمل في وقت سيتواجد فيه الرئيس بالخارج الشهر المقبل. وأشارت المصادر إلى أن السعودية تتولى حاليا رئاسة مجلس التعاون الخليجي، إذا أي لقاء بين بايدن والأمير محمد بن سلمان من المرجح أن يتزامن مع اجتماع للمجلس في الرياض. وذكرت الشبكة الأمريكية أن الاجتماع بين القادتين الأمريكيين والسعوديين كان يعتبر في أحد الأوقات أمرا روتينيا، لكنه الآن يمثل تحولا هاما بسبب التوترات الأخيرة في العلاقات. وبحسب ما قاله مسؤول كبير لCNN فإن منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي بريك ماكغورد ومستشار وزارة الخارجية لأمن الطاقة العالمي أموس هوشتين قد سافر إلى السعودية 4 مرات منذ ديسمبر الماضي، وكانت آخر تلك الزيارات في فبراير حيث التقي به الأمير محمد بن سلمان لمحاولة إبداء النوايا الحسنة الدبلوماسية ووضع الأساس لاجتماع محتمل مع بايدن. ولم يصدر أي تعليق من السعودية على ما ذكرته شبكة CNN الأمريكية والوكالة الألمانية. لأن السعودية هي العمق العربي والإسلامي وتمتلك مكانة لا يمكن لأي دولة أن تنازعها عليها، إضافة إلى التركيبة السكانية المتنوعة وحياة الاستقرار الحديثة والتوجهات الجديدة، فإن الحسابات الأمريكية الحالية في الضغط بقوة والتشتيت بمعلومات متناثرة عن بلد بحجم المملكة العربية السعودية. ذكر موقع CNN أن الرئيس جو بايدن ومحمد بن سلمان قد يجتمعون لأول مرة في أقرب وقت في الشهر المقبل، وسيأتي الاجتماع بعد شهور من الرفع الدبلوماسي الثقيل، ويمثل تحولا لرئيس الولايات المتحدة الذي أعلن ذات مرة أن المملكة العربية السعودية منبوذة مع لا قيمة اجتماعية لها. قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل أثناء تواجد الرئيس في الخارج الشهر المقبل. وأشارت المصادر إلى أن المملكة العربية السعودية تتولى حاليا رئاسة مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن أي مشاركة بين بايدن وولي العهد محمد بن سلمان من المرجح أن تتزامن مع اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض. وقال مسؤول أمريكي سابق على المناقشات يجب أن تعتمد على حدوث شيء كهذا، فالأمر يتعلق فقط بالوقت. ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب للتعليق. كان من الممكن اعتبار الاجتماع بين القادة الأمريكيين والسعوديين أمرا روتينيا، لكنه يمثل الآن تحولا كبيرا بسبب التوتر الأخير في العلاقة، ومن المحتمل أيضا أن تثير بعض الجدل في المنزل بالنسبة لبايدن. بالنسبة لبايدن فإن العودة إلى علاقة أفضل مع المملكة العربية السعودية تعكس الخيارات غير المريحة في بعض الأحيان التي يجب على القائد اتخاذها عند التنقل في السياسات المعقدة للنفط وشبكة العلاقات الشرق أوسطية. يأتي الحديث عن التقارب مع السعوديين أكبر مصدر للنفط الخام في العالم مع استمرار وارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وتولى بايدن منصبه متعهدا بإعادة القيم الديمقراطية إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وسعى إلى إعادة ضبط العلاقة مع الرياض
ولم يتواصل بايدن بشكل مباشر مع ولي العهد محمد بن سلمان الذي يعتبر الحاكم اليومي للمملكة العربية السعودية منذ توليه منصبه، واختار بدلا من ذلك التحدث مباشرة مع والد محمد بن سلمان الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال مسؤولون إن بايدن نفسه ظل حذرا في كيفية التعامل مع السعودية على أمل تجنب الانهيار الكامل في العلاقات مع الحفاظ على التزامه بتعزيز الديمقراطية في الخارج. مع هذه الديناميكية كخلفية، عمل منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورث ومستشار وزارة الخارجية الأمن للطاقة العالمي عاموس هوتشين وراء الكواليس لإصلاح العلاقة، حيث سافر الاثنان إلى المملكة العربية السعودية 4 مرات منذ ديسمبر حسب ما قال مسؤول كبير لشبكة CNN، وكان آخرها إلى الرياض في فبراير حيث التقيا بمحمد بن سلمان مباشرة في محاولة لبناء النوايا الدبلوماسية الحسنة ووضع الأساس لاجتماع محتمل بين بايدن وولي العهد. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن السعودية تقف إلى جانب روسيا كعضو في مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط، نقلا عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة السعودي قوله إن الرياض تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أوبك بلس التي تشمل روسيا، مشددا على أن العالم يجب أن يقدر قيمة تحالف المنتجين، وهناك اتفاق جديد على جدول الأعمال من أجل إقراره، حيث من المقرر أن تنتهي حصص إنتاج أوبك بلس التي تم وضعها في أبريل 2020 في غضون 3 أشهر، بينما يتعامل مستهلك الطاقة مع أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في عقد من الزمن. وقال الأمير عبد العزيز إنه من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي قد يبدو عليه الاتفاق الجديد بالنظر إلى عدم اليقين في السوق، لكن أضاف أن أوبك بلس ستزيد الإنتاج إذا كان الطلب موجودا، وأضاف مع الفوضى التي تراها الآن من السابق لأوانه محاولة تحديد اتفاق. وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما نعرفه هو أن ما نجحنا في تقديمه يكفي للناس ليقول حتى الآن إن هناك ميزة وهناك قيمة للتواجد هناك والعمل معا. وتمسكت أوبك بلس باتفاقها لعام 2020 الذي بموجبه يرفع أعضاء الحلف الإجمالي الإنتاج كل شهر بكمية متواضعة تبلغ 430 ألف برميل يوميا، وتم تداول خام برنت وهو المعيار الدولي عند 112 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي. وقامت السعودية الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم بتنسيق حصص إنتاج النفط مع روسيا منذ عام 2016 من خلال أوبك بلس. وتحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مرتين مع بوتين، وهنأ هذا الشهر وهو والملك سلمان الرئيس الروسي في اليوم الذي تحتفل فيه البلاد بالنصر السوفيتي على ألمانيا النازية. وألقى الأمير عبد العزيز بن سلمان باللوم في ارتفاع أسعار مدخات البنزين على نقص طاقة التكرير العالمية والضرائب، وقال إن المحدد للسوق هو طاقة التكرير وكيف يمكنك زيادتها. وأضاف على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية فقد العالم بأسره حوالي 4 ملايين برميل من طاقة التكرير، 2.7 مليون منها منذ بداية كوفيد، كما فشل بعض أعضاء أوبك بلس باستمرار في الوفاء بحصصهم الإنتاجية. والسعودية والإمارات العربية المتحدة هما المنتجان الوحيدان اللذين لديهما القدرة على زيادة الإنتاج بشكل كبير. وبعد أن شنت روسيا غزوها في فبراير تجنب الغرب في البداية فرض عقوبات على أصول الطاقة الروسية بسبب اعتماد أوروبا الكبير على صادرات البلاد من الغاز والنفط. وأكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين رؤية البلدين المشتركة لمواجهة السياسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة التي تتضمن التنسيق الأمني والدبلوماسي بين البلدين الصديقين لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك التعامل مع ملف إيران النووي وبرنامج لتطوير الصواريخ الباليستية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي بنائب وزير الدفاع السعودي بالعاصمة واشنطن، حيث ستعرض اللقاء العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما بحث الجانبان الجهود المبذولة في الشأن اليمني ومستجداته، بما أكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، وتطلعات المملكة بأن يسير اليمنيون إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن إلى السلام والتنمية. وقال نائب الوزير السعودي عبر حسابه في تويتر سعدت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ونائبه الوزير ويندي شيرمان، استعرضنا الشراكة بين بلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة والتنسيق بين البلدين مما يحقق دعم الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.